طيب نرجع للكتاب. فإذا هاي لازم نكون عارفينها، اللي هي علاقة السياسة النقدية مع شكل الأجريجت ديماند كيرف، تمام؟ لأنه لاحظ هو أصلاً العنوان اللي توقفنا عنده المرة الماضية هيو Shape of the aggregate demand when the Fed cares more about the price level than output. طيب الآن ماذا يحدث؟ What happens when there is a zero interest rate bound؟ إيش معنى zero interest؟ يعني سعر فائدة صفر. وهذا يعني غالباً بالأزمات المالية منلاقي أن البنوك المركزية من أجل تحفيز الاقتصاد ميل إلى إيش؟ خفض سعر الفائدة، وأحياناً ممكن يكون سعر الفائدة شماله تقريباً يعني قريب من الصفر أو يساوي صفر. طيب ما هي دلالة ذلك؟ زي ما قلنا على شكل الأجريجت ديماند كيرف. أول إشي خلينا نلاحظ ملاحظة إنه الانترست ريت مستحيل يكون سالب، بس بدي اياكم تنتبهوا لشغله، يعني هون المفروض شويه كان اكثر يعني دقه. اذا متذكرين باحد الشباتر السابقه اخذنا شيء بنسميه ريال انترست ريت. الريال انترست ريت قد تكون سالبه، ليش؟ لانه بطرح التضخم من النومينال انترست ريت. فهون لما بقول ان انترست ريت كانت بي نيجاتيف، هون ايش معنى ذلك؟ سعر الفائدة الإسمي المعلن، بمعنى إيش هو تفسيره؟ We do not charge people when they save money or pay them to borrow money. إمتى ممكن يكون سعر الفائدة سالب؟ الإسمي، كمان مرة بقول الإسمي، لو إذا واحد إجا بده يودع بالبنك أنت أخذت منه عمولة لقاء هذا الإيداع. شو معنى تشارج؟ إنه أخذت منه عمولة لقاء الإيداع، هون بكون عندي نسبة الفائدة السالبة. أو إنه تيجي أنت تطلب من المقترضين تقول له أو تعرض على المقترض إنك تدفع له مصاري، بتقول له مشان الله تعال اقترض من عندي وبعطيك مصاري، هون بتكون سعر الفائدة السالبة. هذا مش موجود، مظبوط ولا لا؟ بالبنوك، بالنظام البنكي، لا إحنا منغرم اللي بده يدخر، ولا منيجي مندفع فلوس لمين؟ للذي يرغب بالادخار، بالاقتراض، آسف، بالاقتراض. فإذا سعر الفائدة شماله مستحيل أنه يكون عنا نيجاتيف. يعني أنا أحياناً بربط يعني هاي القضية طبعاً مع الفارق الكبير، وحكينا عنها قبل هالمرة، تتذكروا لما قبل بجوز أسبوعين أو ثلاثة لما أسعار العقود النفط أصبحت بالسالب، إذا متذكرين، وكلفنا واحدة من زملائكم أو زميلاتكم بجوز أمنية أو غيرها مش متذكر، حكولنا إيش معنى السالب. هنا بيشبه كمان زي ما حكينا اللي هو يسمى الإيكونوميك باد، مثلا لما بدك تتخلص من السكراب تبع سيارة معينة أو بسموها الجنك، تيجي بتقول للونش خذ السيارة وبدفع لك فوقها كمان، فهنا منقول السعر سالب. فإذا سعر الفائدة إيش أقل إشي ممكن يكون؟ زيرو، تمام؟ bound يعني قيد، مقيد. فإذا what happens when there is a zero interest bound؟ يعني قبل ما ندخل بالتفاصيل خلينا بس أشرح لكم اللي راح يصير ببساطة شديدة. إحنا حكينا أن البنك المركزي يستجيب للتغيرات بالأسعار عن طريق إيش؟ تغيير سعر الفائدة. طيب لما يكون سعر الفائدة صفر، إيش معنى ذلك؟ قد ما تتغير الأسعار اللي هي P، فلن يستطيع البنك المركزي أو فلن يقوم البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة. طيب إذا ما غير سعر الفائدة، إذن الاستثمار لن يتغير، لأن الاستثمار بيعتمد على مين؟ على سعر الفائدة. وبالتالي إذا ما تغيرش الاستثمار، ما رح يتغير عندي الأجريجت ديماند، وبالتالي الدخل او يعني الاوتبوت او الانكم شماله لن يتغير، اذا راح يظل عند مستوى ثابت. اذا المفروض ان يكون عند الاجريجيت ديماند اي شكل ياخذ هذا الشكل، شايفين؟ عكس
الوضعية هاي تماما، هنا قريب من الأفق أو منسميه فلات، هنا إيش أصبح؟ فيرتيكال. إذا لاحظ التغيرات بالأسعار، يعني عند هذا السعر، عند هذا السعر، عند هذا السعر، الأوتبوت شماله ثابت. فإذا the AD curve in a binding situation اللي هي يعني الانترست ريت is always zero. binding يعني زي قيد، زي ملزم، هيك معناها. خلينا أشوف لكم ترجمتها تماما. binding ربط، ملزم، قيد. فإذا بهذه الحالة يكون شكل الأجريجيت ديماند ماله عموديا، مهما غيرنا الأسعار لا يتغير مستوى الأوتبوت، لأنه سعر الفائدة شماله لا يتغير. هسا خلينا نيجي للتفاصيل. خلينا نعرف شو معنى Zero Interest Rate Bond كتعريف، شو معنى Binding Situation. Zero Interest Rate، The Interest Rate cannot go below zero. فإذا يعني أقصى حد ممكن أن، أو أدنى حد، آسف ليس أقصى حد، أدنى حد من الممكن أن يصل له سعر الفائدة الاسمي، كمان مرة هيني بذكر، لأنه الريال قد يكون سالب، فأدنى سعر فائدة ممكن نوصل إله اللي هو الزيرو. طب شو معنى binding situation؟ state of the economy in which the Fed rule calls for a negative interest rate. يعني ما يسمى البايندينج سيتويشن اللي هي حاله من الاقتصاد او حاله اقتصاديه تستدعي من البنك المركزي ان يطالب بسعر او يعرض، يعني كولز فور ا نيجاتيف انترست ريت. طيب هل النيجاتيف موجوده؟ لا، ليست موجوده. فاذا اقل شيء ايش بنقدر نوصل له اللي هو الزيرو. فإذا خلينا نيجي نتفرج هنا، يعني هنا بقارن لك بالأوضاع اللي، أو بعرض الأوضاع اللي سادت بال 2008 2008 اللي هي الأزمة المالية العالمية، الجلوبال فاينانشال كرايسيس، اللي هو البنوك المركزية يعني خفضت أسعار الفائدة واقتربت تقريبا من الصفر. الآن the fact that the interest rate has remained at roughly، وين كنت بقرأ بس بعد إذنكو، zero for many years in the United States suggests that the levels of Y, P and Z may well have called for a negative interest rate for many years. In this case, the values of Y, P and Z are far below what they would have to be to induce the Fed to move the to a positive interest rate in the Fed rule. We will call this situation a binding situation. فإذا إذا كان البنك المركزي يعني بحاجة إنه يكون سعر الفائدة صفر بنسميه binding situation، بس هذا لا يحدث لأنه أقل سعر فائدة ممكن نوصل له اللي هو الزيرو. فالآن لاحظ هاي الفيد رول مظبوط، وهذا الأجريج الاي اس كيرف. اذا متذكرين الفيد رول عاده بتكون ايش؟ ابورد سلوبينج، مظبوط، لانه العلاقه بين سعر الفائده والانكم علاقه موجبه، اللي هي من كنا نرمز لها بالرمز الفا اذا متذكرين. يعني لو نرجع لل الفيد رول، ألفا هي معامل واي وبيتا هي معامل تي، موجودة هون في مكان ما، هيها، آسف ردنا نزلنا محل ما كنا، مش مشكلة. طيب المهم اللي هي ألفا في واي زائد بيتا في تي زائد جاما في زي. الآن هنا لاحظ أنه يعني سعر الفائدة صفر، فإذا كيف يتحدد الدخل باستمرار سعر الفائدة صفر؟ كيف يتحدد المستوى التوازن للدخل؟ عبارة عن تقاطع الاي اس كيرف مع هذا اللي هو الرول اللي هي بهاي الحالة binding. فإذا equilibrium in the goods market when the interest rate is zero in a binding situation
changes in P and Z do not shift the R يساوي 0. يعني بهاي الحالة حتى لو صار في عندي تغير في الـ P أو بالـ Z لن يكون هناك تغيير في مين؟ في الـ binding situation هذا اللي هو يمثل سعر فائدة يساوي 0. طيب you should note that changes in government spending and net taxes still shift the aggregate demand even if it is vertical. يعني هون بالرغم من انه الاجريجيت ديماند vertical وسعر الفائده زي ما قلنا يعني لا يتغير، ولكن لنفترض انه جي زادت او تي قلت، ايش بصير عندي بالاجريجيت ديماند؟ سينسحب الى اليمين. فاذا هاي يعني انتبهوا لها، هاي منعلم عليها بالاصفر، زياده جي او انخفاض تي ستقوم ب نقل الأجريجيت ديماند لوين؟ إلى اليمين. الآن شو النقطة المهمة هون؟ إنه ما في عندي crowding out effect. متذكرين حكينا المرة الماضية عن أثر المزاحمة، يعني قد يزاحم الإنفاق الحكومي الاستثمار الخاص، وقد يزاحم الاستهلاك الاستثمار الخاص. إذا زادت جي بصير عندنا مزاحمة من القطاع الحكومي لمين؟ للقطاع الأعمال بالاستثمار. أما إذا تي انخفضت حكينا بزداد عنا المقدرة على الاستهلاك، وبالتالي بصير في عنا مزاحمة من قبل الاستهلاك للاستثمار. الآن بهاي الحالة لما يكون الأجريجيت ديماند عمودي بما أنه أسعار الفائدة لا تتغير، فإذا وبالتالي لا يتغير الاستثمار، إذا ما في عنا إيش؟ مزاحمة. إذا because there is no crowding out of planned investment or consumption when G increases or T decreases because the interest rate does not increase. لأنه لو زاد P لن يتم زيادة الأسعار، وبالتالي بكون لن يتم زيادة سعر الفائدة، وبالتالي الشفت شماله بكون أكبر. فإذا بهاي الحالة بنقدر نستخدم إحنا إيش؟ الفيسكال بوليسي وليس المونيتري بوليسي. انتبهوا لها إذا سمحتوا. Then with a vertical aggregate demand, fiscal policy can be used to increase output, but monetary policy cannot. ما بنقدر نستخدم السياسة النقدية. ليش؟ لأنه زي ما قلنا هنا سعر الفائدة مثبت عند الصفر، فبالتالي لو صار في أي تغييرات أخرى في مستويات الأسعار أو العوامل الخارجية، الرول هاي الفيد رول لن تغير. فننتبه لهذه القضايا بعد إذنكو. الآن إيش معنى shocks to the system؟ shock معناها صدمة. إيش معنى صدمة؟ من أشهر أنواع الصدمات اللي هي أسعار النفط، التغير في أسعار النفط. وهنا برضو ضارب لنا مثال آخر اللي هو الثروة السمكية. يعني ممكن يصير في عنا مثلاً موجة من البرد تقضي على كميات كبيرة من الأسماك. الآن السمك لأنه بدخل بصناعة يعني العديد من الأغذية، هذا يعتبر يعني مدخل إنتاجي هام. فسواء الأويل اللي هو سعر الأويل وماذا يحدث له من زيادة في العرض أو انخفاض بالطلب، كذلك الأمر بالنسبة للفش، هذا إذا تغير أحدهما نعتبر أنه صار في عنا صدمة عرض اللي هي الكوست شوك، يعني تتعلق بالتكاليف، وبالتالي التكاليف تؤثر على مين؟ على العرض. الآن من هنا إيش بهمنا نعرف؟ الستاغفليشن أخذناه قبل هالمرة، الآن منا نورجيكو إياه بالرسمة. الستاغفليشن the simultaneous increase in unemployment and inflation، يعني بكون في عندي زيادة بالبطالة والتضخم، علماً بأنه زي ما حكينا الأصل بالدورات التجارية إذا كان مثلاً الاقتصاد في انتعاش بكون عندنا التضخم مرتفع والبطالة منخفضة. طيب إذا كان الاقتصاد في ركود الأصل أنه تكون البطالة مرتفعة والتضخم منخفض، بس قلنا أحياناً ممكن للأسف أنه يمر الاقتصاد ب حالة من التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة، هذا نسميه stagflation الركود التضخمي.
وهذا من أسوأ ما يمكن أن يصاب به الاقتصاد. الآن إحنا مش قاعدين نحكي عن كوست شوك، افترض أنه أسعار النفط ارتفعت العالمية مثلا، إحنا كنا عند AS0 وهذا AD، الآن هذا مستوى الإنتاج Y0 ومستوى الأسعار P0. افترض أنه أسعار النفط زادت، A positive cost shock. هسه لما تزداد عنا أسعار النفط معناته تكاليف الإنتاج زادت، إذن إيش بده يصير عنا بالأجريجيت سبلاي؟ will shift to the left، سينسحب إلى اليسار، أي أن العرض سيقل. الآن نلاحظ شو صار عنا، P زادت تضخم، Y قلت بطالة ازدادت، فإذا سيزداد عنا التضخم وسيزداد عنا البطالة، فبهاي الحالة شو منقول صار في عنا stagflation. تمام؟ طيب هذا ايش بنسميه؟ cost push or supply side inflation. اذا هو inflation caused by increasing costs. هاي التعريفات برضو اذا سمحتوا مهمة. فاذا التضخم اللي سببه زيادة التكاليف ايش بنسميه؟ cost push or supply side inflation. طيب بالمقابل ايش في عندي؟ ما يسمى demand pull. كلمة pull بتقترن مع demand. demand pull أو منسميها cost push أو supply side inflation. الآن ممكن يكون عندي يعني زيادة التضخم سببها مين؟ زيادة الـ aggregate demand. إذا inflation that is initiated by an increase in aggregate demand. فإذا بسبب زيادة الـ aggregate demand قد يزداد عندي التضخم. الآن يعني هاي للأسف بجوز مش راسمها الرسمة، بس خليني أرسم لكم إياها على هون. يعني لو بقينا هيك هذا aggregate demand وهذا aggregate supply. الآن افترض أن aggregate demand زاد عندي، طبعا هون شو بقيس أنا؟ P، وهنا شو بقيس؟ واي. افترض الاجريجيت ديماند زاد لسبب او لاخر، ايش بده يصير عندي؟ شيفت تو ذا رايت، هذا اجريجيت ديماند جديد. ايش صار عندنا بالطلب او بال يعني الاوتبوت؟ زاد. ايش صار عندي بالاسعار؟ زادت. فالأسعار لما تزداد المستوى العام للأسعار إيش بنسميه هذا؟ تضخم. بس هذا شو سببه؟ زيادة الطلب. فإذا خلينا ننتبه لهذه القضية، أنه ممكن يكون عندي أنا يعني ما يسمى الـ cost push أو الـ demand pull inflation. وبصراحة يعني خليني أوقف التسجيل شوي. تمام. دكتور بدي أسأل سؤال. تفضلي. اليوم في عندنا كويز على الساعة 9:30 المساء كأنه صح؟ يعني آخر إشي توقفنا عنده حكينا خلصنا ما يتعلق بالفيسكال بوليسي اللي هو تأثيرات السياسة المالية. والآن بدنا نيجي نشوف تأثيرات السياسة النقدية. ورجيناكو أو ذكرناكو بالأحرى بالفيد رول اللي هي تحديد سعر الفائدة يعتمد على الدخل ومستوى الأسعار وزي فاكتورز العوامل الخارجية. وبالضبط هون توقفنا، حكينا لو إجينا نقارن ما بين يعني ألفا وبيتا، ألفا اللي هي معامل واي الدخل وبيتا هي معامل السعر، لو وجدنا أنه بيتا أكبر من واي أو ألفا أقل من بيت، آسف، بيتا أكبر من ألفا، حكيت بيتا أكبر من واي بالغلط، بيتا اللي هي معامل السعر أكبر من ألفا اللي هو مين؟ معامل الدخل. أو لو حكينا بالعكس نفس النتيجة، أنه ألفا هي أقل من بيتا، إيش معنى ذلك؟ أن البنك المركزي
يعطي اهتماماً أو تفضيلاً أكثر لمين؟ لاستقرار الأسعار أكثر من استقرار الدخل، تمام؟ إيش معنى ذلك؟ حكينا بدنا نربط دائماً ما بين الدخل والتشغيل. إذا بنتج أكثر أنا معناته بشغل أكثر، معناته نسبة البطالة مالها منخفضة، أوكي؟ فهاي الفكرة. إذن هنا البنك المركزي أولوياته أنه يهتم بالمحافظة على استقرار الأسعار أكثر من المحافظة على مستويات منخفضة من البطالة. هيك المقصود ببيت لما تكون أكبر من ألفا، والعكس بالعكس طبعاً، تمام؟ فإذا هون الفيدرالي is willing to accept large changes in Y، مستعد يقبل بتغيرات كبيرة بالدخل من أجل المحافظة على مستويات مستقرة من الأسعار. طيب هذا طبعا له مدلولات كيف يعني؟ بشكل الأجريجت ديماند كيرف اللي رح نجي له يعني كمان شوي إن شاء الله. هذا اللي هو يعني أشار إله بشابتر 12-3، آسف، فيجر 12-3. إيش معنى ذلك؟ إذا كان البنك المركزي يعني مهتم بالحفاظ على مستويات متدنية أو مستقرة من البي، فهو مستعد للقبول بمستويات متغيرة من الواي. فإيش بكون دلالة ذلك؟ إنه الأجريجت ديماند قريب من الفلات أو هوريزنتال. إيش معنى فلات؟ منبسط، هوريزنتال أفقي. الآن لاحظ هنا لو أنت يعني غيرت السعر بإشي بسيط جدا رح تلاقي إنه الكمية تغيرت، أو اللي هي يعني واي هون لما نقول الكمية المقصود الدخل بكمية كبيرة. كيف؟ خلينا أورجيكو يعني على الوايت بورد لما يكون عندنا الأجريجت ديماند يأخذ هذا الشكل. هاي أجريجت ديماند هنا قريب من الأفقي. لاحظ لو مثلا كان السعر هون، ما زبطت مع الرسمة، خلينا أرجع شوي. افترض خلينا هيك نعملها أحسن. هاي السعر هون، أوكي، وهاي الأوتبوت أو الدخل هون. الآن لاحظ لو صار في عنا تغير بسيط بالسعر، التغير بالأوتبوت شماله اللي هو يمثله هذا الفرق كبير كثير، مظبوط ولا لا؟ بينما هون الفرق إيش؟ صغير. شو اللي ما هو سبب ذلك؟ إنه الأجريجت ديماند كيرف is near flat، قريب من الوضع المنبسط أو الأفقي. هنا بمعنى أنه مقابل تغيرات كبيرة بالدخل، البنك المركزي بده يحافظ على مستويات مالها مستقرة من الأسعار. فإذا شو بكون عندي شكل الأجريجت ديماند كير؟ بكون عندي فلات أو هوريزنتال. ننتبه لهاي القضايا.